يقول السائل: بعض المامومين بعد رفع اليدين في الدعاء خلف الإمام يمسح يديه، هل في ذلك دليل؟ وردت أحاديث ضعيفة في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لكنها ضعيفة، فبعض العلماء يقول يقوي بعضها بعضا فتدل على استحباب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وبعضهم يقول لا، ما يصلح الاحتجاج بها ما دامت ضعيفة، فالأمر واسع في هذا، من مسح وجهه لا ينكر عليه ومن تركه ألا ينكر عليه، وإن كان عدم المسح أرجح. نعم.